رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصر. كادت بروحي أن تموت حسرة، فأسقطت بنت النبي وحزنا جنينها ذاك المسمى. شلون الحال؟ المن الملتجأ؟ إن كسر الضلع ليس ينجبر. الله 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 الله، شنو هالبيت هذا؟ مولاي يا أبا صالح، ضلع أمك المكسور، جراحات جدك الحسين، إن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتد. هنا الزهراء صار الهجوم على دارها، أحرقت دارها، وقعت بين الباب والحائط مكسورة الضلع. صاح أمير المؤمنين فضة: ادركي مولاتك الزهراء فقد أسقطت جنينها. وأخذ علي مقيد، مضطر، مجبور، متحملا للظلم والأسى، لكن الزهراء مع هذا صاحت: يا فضة أين علي؟ شوف شوف شوف، اقرأ زين، اسمع زين: يا فضة أين علي؟ قالت مولاتي: أخذوه إلى المسجد. الزهراء يا وضعت قميص رسول الله على رأسها، وأخذت الحسن والحسين بيديها وهي تنادي بصوت عالي: خلوا ابن عمي وإلا أكشفن عن رأسي. أمير المؤمنين في داخل المسجد ينظر يمينا وشمالا، السماء قد تغيرت، جدران المسجد قد ارتفعت. صاح بصوت: يا سلمان ادرك الزهراء فقد خرجت، وعلى رأسها قميص رسول الله. قل لها: يا فاطمة لا تكوني سبب هلاك هذه الأمة. هرول سلمان ووقف بطريق الزهراء وقال: يا بنت محمد المصطفى، يا سيدة النساء، ارجعي ولا تكوني سبب هلاك هذه الأمة. التفتت الزهراء إلى سلمان، قالت: عم يا سلمان لا أرجع إلا وعليما. وهنا السماء قد استعدت، الله أوحى إلى جبرائيل بالرواية يقول: يا جبرائيل، العلامة بيني وبينك أن ترفع الزهراء قميص رسول الله. إذا رفعت الزهراء قميص رسول الله اقلب الأرض بما عليها. ما استطاع سلمان أن يرجع الزهراء، لكن أرسلوا إليها يا من يرجعها بالقوة. ذهب إليها ذلك الغلام المشؤوم، قال: ارجعي. قالت: لا أرجع إلا وعلي معي. فضرب ثلاثا: يا فاطمة إلا ما يا رامر على عبد ضربني. خلنا نقراها بقلب محروق، بقلب محروق. اي والله اما يا 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 وار على عبد ضربني، والله ضربني ضربني، ومن ضربته للقاع عذبني.
والله قابني ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني. مولاتنا الزهراء رجعت مكسورة الخاطر مكسورة الظل مغصوب حقها جرى عليها ما جرى أخذت تنوح وتبكي كانت بأبي وأمي تبكي في دارها عند قبر أبيها ذهبوا القوم إلى أمير المؤمنين واشتكوا إليه وقالوا إن الزهراء تؤذينا ببكائها فكانت تخرج بأبي وأمي إلى مقبرة البقيع تجلس عند قبر أخيها إبراهيم تبكي وكانت هناك شجرة عند قبر أخيها إبراهيم تستظل الزهراء بظلها وتجلس تحت الشجرة فتبكي خرجت في اليوم الآخر وجدت الشجرة مقطوعة ثم بنى لها أمير المؤمنين بيت الأحزان فكانت تجلس وتبكي وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم على الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا حتى دنت وفاتها في مثل هذه الليلة الزهراء اغتسلت تطهرت بأبي وأمي جلست في حجرتها تقرأ القرآن التفتت إلى أسماء قالت يا أسماء سأقرأ القرآن إن خفت صوتي كلميني فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني راحلة إلى ربي الزهراء تقرأ القرآن الزهراء تتلو بآيات الله خفت صوتها سكت أنينها أين الأصوات يا زهراء يا زهراء دخلت أسماء رأت الزهراء بهذا الحال لطمت على رأسها نادت بصوت عالي يا بنت محمد المصطفى يا سيدة النساء لما رأت مولاتنا قد رحلت غطتها بأبي وأمي وأغلقت الباب وخرجت كان أمير المؤمنين في المسجد والحسن والحسين خارج الدار هناك طرقت الباب جاء الحسن والحسين تعجبت أسماء منهما قالت يا أولاد رسول الله ما الذي جاء بكما في هذه الساعة اسمع قال يا أسماء قد اشتقنا لرؤية أمنا فاطمة يا أسماء قد اشتقنا لرؤية أمنا الزهراء أرادت أن تمنعهما قالت يا أولاد رسول الله أمكما فاطمة نائمة فلا تزعجاها في هذه الساعة قالا يا أسماء هذه الساعة لا تنام فيها أمنا فاطمة أمنا الزهراء لا تنام في هذه الساعة حاولت مرة أخرى أن تمنعهما ما استطاعت أسماء قالت لهما اسمعوا يرحمكم الله قالت لهما دعاني أضع لكما طعام تأكلانه قالا يا أسماء منذ متى نأكل من دون أمنا فاطمة يا أسماء نحن لا نأكل إلا مع أمنا الزهراء ما استطاعت أن تمنعهما يا آجركم الله دخل الحسن والحسين على الزهراء الحسن عند رأسها الحسين عند قدميها الحسن يقول أماه يا فاطمة أنا عزيزك الحسن ماكو جواب الحسين عند قدميها أمه أنا عزيزك الحسين ماكو جواب
الحسن آجركم الله رفع الغطاء عن وجه أمه رحم الله من نادى ثلاثا ومصيبتا التفت إمامنا الحسن إلى أخيه الحسين بقلب منكسر وبصوت ضعيف أخي يا حسين أخي يا حسين عظم الله لك الأجر إن أمنا الزهراء ميتة خرجا يهرولان يبكيان يصيحان الناس تسألهما ما بالكما يا أولاد رسول الله ما بالكما يا حسن يا حسين ما بالكما اسمعوا جيدا هل تذكرتما جد رسول الله فتبكيان قال لا لا ولكن ما جد أمنا فات دخلا إلى المسجد وجدا أمير المؤمنين في وسط المسجد جالس بين أصحاب رسول الله صرخا بصوت عالي أبا يا علي ماتت أمنا فاطمة اسمعوا ماذا يقول الراوي تأملوا جيدا أمير المؤمنين عندما سمع الخبر قام ووقع على وجهه ثم انشغل أمير المؤمنين بتجهيز الزهراء وتكفينها يا هذا بيت الدعاء بيت الحاجة يا الله أمير المؤمنين وهو يغسل الزهراء رجع إلى جدار فاتكأ عليه باكيا دموع علي على خده لماذا أيها الناس لماذا أيها الأحبة الموالون تسأله أسماء يسأله عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين توصينا بالصبر وتجزع توصينا بالتحمل وأنت تبكي قال لا تلوموني لا تلوموني مرت يدي على ضلع الزهراء لا تلوموني مرت يدي على ضلع الزهراء ماذا نقول لأمير المؤمنين امشونا الكربلة امشونا الزينب آه يا زينب أنت العراق يلا شباب أنت العراق أنت هالبلد الجريح يا الله يا أمير المؤمنين عينك على هالمجتمع هذا عينك على هالبلد يا علي هذا المجتمع أمانة عندك يا علي هذا البلد أمانة عندك يا علي شنقل للعلي ضلع واحد يا علي وهد حيل دمعة دمعة للدعاء دمعة للدعاء بوي للدعاء هاي ضلع واحد يا علي وهد حيل وهد حيلك جاب لو حسين جزو هالمنظر هذا هالمنظر حسين يلا شباب يلا شباب ودعتكم هواي أطفال مرضى كلش هواي أطفال مرضى عندنا ويكسرون الخاطر وآبائهم وأمهاتهم أيضا مكسورين الخاطر عندنا ناس عندنا شداد عندنا محن ويا زينب أرجوكم هذا بيت الدعاء وتقرب وتلي وتقرب وتلي سمعنا What?
والسديد. يلا شباب يلا ابويا كلكم، حتى انت اللي شاهد الله يوفقك في كل مكان. لقيت الفوت سعبية شدا يا جريح يا جرى. يلا شباب وين الجواب؟ نزل علمك نزل علمك، مصيبة بكي بكي. تقضى فرح فاطمة فرح إمامك المهدي الحسين شي يقولها خويا كل جرح بعضاي عوبي بس جرح القلب. يا زينة سجليها يا فاطمة. للموت ما ننسى الحسين، للموت ما ننسى الحسين. وين الشباب للموت؟ وين راياتكم وين راياتكم؟ للموت ما ننسى. هنيانا اللي يجاوب.